بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكيش شنات يكمد من كتاب الجنايات، فصل في قصاص الأطراف والجروح والمعاني. هو فصل يهي ما دام أنك صبحني نفط قصاص تيدي ونفط نفط شيء له الدليه. هذه شروط اللي هي لكو سابسانيد قاتلك يمقتولك بين صورنا ما ينلي مركة فصل كو سابسان ورعسان وي نفتي وطرفك طرفك بفتح بالفتح طرف ليدا. هذا دي اللي ريبو وحين قونيسا إيش الطرف هو العين والطرف هو لنعاء مجانبك. فصل كان مركة كو سابسان في قصاص الجروح والأطراف والمعاني. أركان تسوى صدح وقطعي قاطعي مقطوع تيو أتصمرتنو كلوي قطعي قائي قوينتا حبين كاللقوي أما لا داوعي أما ديبكو اللقوي استي قطعي قلبتر كي سوى اللي إيغي قاطعي وحقوي قعانتا قوستي روحنا واللي إيغي مقطوع وحلقا قوينا والله فيرنا أركان توا إنتاس طرف كأسوه حق التعريف كوا ما ينتهي إلى حد ما ينتهي إلى حد أما هو ما له حد ينتهي إليه وحي لحد يمال كرم ماضه كاليد والرجل والأذن دكتو كالي دكتو هذا وحي لذا مال كرم ماضه والله قوصن كرا قعنتو حد بيلا ذكب الله بطي كرم ماضه والله قوين كرا يعني واحد عكرا إن قصاص قشوي مما ثلاثة سورة قليس لقتنا واسدوك لي. أما الجرح وكوا طرفك وطرفك ما كان له حد ينتهي إليه وأطرف. أما الجرح وما كان في الرأس والوجه والجسد جرح ونوى وحد ناوع قاره شركة أما مضحة أما وجه يوحي لها المال. أما المنافع وديفت حب آن لهين مغضة وديف يمعنى يأود إلهي قليه شركة لكن حبين مركا لقو يلوائيو اوجر انت بضان لكن مرناي كالهاري كران مقالكو كالهادا مقالكو كالي ومعنوي دكتي متليس هدين لقويو مقالكو مربوس كسو هرهايا انت رونا هدي لولك عصال كاللقامرو ان لقايو ايدهي دكتو دو كالاكوسو هاري مركا حواد مقليسا ايشو هدي لكن ايضو انت مبودا للابحو مقالا هران عرب دين لقويه كلامك ومعنى ومنفعه عرب كاسم بتله دين لقويه وراعية وراعية عيوه منافع بالليد هذا معانينا والله قعبرة. فصل في الجروح والأطراف والمعاني محلوجة هذا ومنافع هذا مركز مركز صوكو أساسيات كفصلك وحوي وكسابسا جرح يشق الجسد إيوه حب لقوين يا قطع يبين إيو إزالة منفعة وصد حداس ناوع تلك الجارية حبن لقوين إيو منفعة يا ديف أود إلهي سي أمض روح السيو ماشاء الله قصاري مركوا جرح يشق أو إبانة تقطع أو إزالة منفعة أركان أساسيات كوائس كي انتهى مرد أساس انتهى تهي وحي شرد أصوف تريني روح ذا ينفت جوين تذا يا الله فيرن في قصاص الأطراف والجروح والمعاني إلا في مسائل ثلاث إلا في مسائل ثلاث مسألة الكوبات وحوي الأجسام لا تضمن بالسرايا الأجسام لا تضمن بالسرايا نسا سيما مشافعي أيما الوعديين تركوا لقمدا ربه مكتسنكم مواجبته قصاصي سكومه واجبت السرايا مركان روح السوم مريني عن سوم الري ضاوع روح الغرف تو غالبا واحد له وصومرتين اما سرد اوه الرزي ولمت كي يدو ذمي ذمي الدلو ثم اسلم الجارح عاد قصوم مرتين وحن سوم الري فصل كدم بيو قصاب سنا مجروح حالة سو اسبدشا من حين الجرح الى الموت مركب باب النفس مركان جوني الروح ذا دي شيء ذو دي الكيدو داوع النفط الجارة
jirka gaara kadibna xakawda gooya saraayatan qisaas iyodiiba uu waajibinay laakiin huna baabu alatraaf iyo juruudha markaynu marayno noocan atraafta ku saabsan jidhka waxaa gaadha laguma dandhabo saraaye waxaa lagu dandhabayaa un dhibka ku gaadhay keliyun baa la qiimayn hayla haaliban dhaawaca xubinka gaadhay ama tarafka gaadhaya waa haaliban wax laan loo dhimanni wey waxaan loo dhimanni wey masalada koowaad ee uu kaga duwan yahay fasalkan qisaasu alatraaf kaga duwan yahay iyo juruuxdii iyo macaani uu kaga duwan yihiin qisaasu ruux nafs waxaa ka mid a laabudda an takuuna aljinaayatu huna mimaa yumkinu dabtuha jurxiga dhaawaca ku gaadhay ama tarafka la goynayo ama macnaha la tagsiinaya manfacada waxaa sharti ah in la koobi karo xataa yumkina alqisaas waljuruuxa qisaas ilaahay baa yidhi qisaasu marka waxay suurogalaysaa fedalbaab haddii xubinka dhaawaca loo geystay ama lagu gooyey ama turidu lagugu dhufto u yahay wax la qiyaasi karo laabudda an takuuna aljinaayatu cinda alqisaas fi alatraaf inay tahay mima yumkinu dabtuha haddii kale diyaa loo wareegaya faariqa saddexaad taa laakiin markaan ruuxda maraynay looma baahnayn masaladaas maxaa yeele nafta go-idood waa mundabit muhimmaddu naftu un lagaa saaray ahay iyadu mundabitay iska ahayd shardiga marka looma baahnayn fii baab qisaas alruux aw annafs laakiin huna marka xubin layska qisaasanayo ama nabarku lagaa qisaasanayo waa in dhaawaca ku gaadhay uu qadaran yahay oo qiyaasan yahay ruuxa kalena aad ka goosan karto min baab waljuruuxa qisaas faariqa saddexaad uu kaga duwan yahay baabka hore waxaa weye maxalu ljinaayati laa turaca fi nafs qisaasu nafsi waruux markaynu soo maraynay lama eegayo meesha nabarku gaadhay muctabar ma ahay matalan lugtan fuulinka ama booyada ama masigtan kaa gooy nafti baa kaa baxday waa dhimatay ama toos baa u dhimatay ama siraya u dhimatay qisaas hadday waajibto ninka ku qisaasanaya waxaa u bannaan inuu ku gowracaba oo uusan eegin meeshii lagugu dhuftay maxalu ljinaayati waa khayru muctabar fi qisaasi alanfusi waruux laakiin huna maxalu ljinaaya waa muctabar xubinkii mee adiga goysan baan kaa goyn far haddaan ku goostay far baad igoosan haddaan cumaacumta kaala baxay halkan baad la bixi anoo halkan kaa gooyo tan ma aadi kartid laakiin naftu waxaynu soo marnay lugta adoo iga gooyo kadibna aan siraayo u dhintay si deg deg ah waxay i bannaan inaan ku dilo inaan ku qisaasto sidi qisaasan ama waxbadaan kugu dhufto ama aan toori kugu kala gooyo caloosha ama aama qoorta seef kula tago muhimmaddu waa inaan ku dilo naftayda waa baxda naftu inaan kaa qaado uwe si aan marka mutle keenaynin iyo wuxuu sharcigu diiday saddexdaa faariq baa u dhexeeya alajsaamu laa tudmanu bisaraaya iyo jurxigu waa inuu mundabit yahay huna fii qisaasi alatraafi waljuruux iyo maxalu ljinaayati waa muctabaru fi latraafi gayru muctabarin fii qisaasi alanfusi waruux saddexdaa faariq baa u dhexeeya masaa'il marka iyadu hadde aad iska garanaysaanoo markaan baabka marin iska noqon kara camdi oo qisaas keenaya fi tarfi keenaya un xagga keenaynin baynu soo marnay wax shibilcamdi xagga ka ahaa yaa halkan camdi ka noqon kara ul yar kuusan laakiin iska fudud oo haddii lagugu dhufto haaliban aad u dhimanaynin haddii lagugu dhufto baabka inu soo maro ood u dhimato waxaa laga soo qaaday shibulcamd aaladu haddaanna inta badan loo dhimanin ruuxuna uu ku dhinto wuxuu ahaa shibulcamd ushi shibulcamdi noqonaysa fi nafsi haddii wejiga hadda lagaaga dhufto oo dakranto oy laftu caddaato waa camdi maxdi ah laannu labadaa kale mara nafgoyn bay ahayd mara dhaawac khuseeya weji iyo jidh bay ahayd marka faariqaada waxaa keenaya mawduuca masaladaa keenaya sheekh wuxuu ihi yushtaradu waxaa la shardiyaa liqisaasi atarafi xubinka qisaastiisa marka la goosanayo iyo waljurxi dhaawaca marka layska qisaasanayo maa shurita linnafsi nafta wixii loo shardiyay baa halkana la shardiyaa taayib marka xagga waxaynu soo marray in qaatilku shardi yahay inuu mukallaf yahay qaatilku inuu yahay shuruudiisu inuu mukallaf yahay multazim lilaxkaami alislaamiya soo marna soo maray
وفي القاطع هنا ولو جارحة يقاطع قعنته قوصنا يأمر داوع قيسان يهدف لقى قصاصنا وحلو شرد أن يكون القاطع مكلفا ملتزما للأحكام الأحكام الإسلامية والله شرطية حقه وحن صوم الرأي مقتولك أما قتيلك للدلي إن لو شرطي أن يكون معصوم الدم إما بإيمان أو بأمان صومنا صومرين كان نواسيد وكري أن يكون المقطوع معصوم الدم بأمان أو بإيمان أي أن شرطي هو مركا أنت أصول شيخ مركا إنو تلمام يا فوارق ديرا ولا حيث صدح دينا وانسو شيخني وانسو شيخني هذا أول وضعوا هذا يسارا أو بعضهم باسارا سيفا سيف بيسار على يده يد المقطوع كي قعنت اللي قوين يبي سيف بيتوشا كساري وتحاملوا عليه ويسكو حنبارن ويكر ريحين كلهم لما تتباشر ده دفعة هالمر دفعة يا دفعة ويسكو مد فأبانوها مركاسي قوين قعنتي قطعين ولا قوين حقو حطو مرتين إن الجماعة تقتلوا بالواحد وهنا الأطراف تقطع لطرف واحد هل قعن أي طبعاً قعمود لوجي هل قعن أي بقول قعمود لوجي هذا وذا جويام هذا وذا جويا حاجة وحنا صومر يهلن إنه دليلي بقول يكبرن على الراجع من أقوال هاي العلم ولو وضعوا هذي سارة أو بعضهم بصارة سارة داهورة قسم ما هين لو دصارو سيف بان من سو قيب سو قاضي قعن مل تالي كردجين شمنين أما نبى سو قاضي وكردجين أنت إنك هلا ينك سو قاضي بس كقولت أنا سيفتي وان ريحنا من نقول فنك وان عدادني وان كحم عليس بان صاري هذا سيف وأب أب ضنت هاي وحيت أنا واسعون هيا مين ريحنا ها أنا واسع هذا قعنتي كف مصباري وحاح عجودة دين عرب يجيت جيت بالي مصبرهم حد يجي حيزه ودي دلعيني سيد حق ليزه وحول السل ما يدقني نك يسوق قرعها يلا هذا البور نك دبها يستي يسوق قرعي لا هذا البور أنا هاي لا هذيني ده مصبر مو كي الريح يو وذا نبى دبلد بتاعن ونر نر دكوا يو كوري مرك وحول يعني هاي لا هذيني سل ما يدقني كيسوق قرعي يعده المهم وحاوي منك سيفته سوق هذا اعتبار ماله وحاول اعتبار له إنه كل جود عدديا سيفته سيفا على يدي وتحاملوا عليه كلهم بعضهم هذا لما أقوله كلهم وإنه يودر ريحان عدديا سيفتي دفعة واحدة هالمربى يودر ريحين فأبانوها مركاسي كرينو دوشي قعنتي قطعوا أيونا قعنتها لدوين اللقين أبو حنيفة سوق حقبة مذهب كيسو لا يقطع طرف عفوا لا يقطع لا تقطع أطراف بطرف قعم بدن لوجين مهيو هل قعم ونفس الشيء وسوق بي واحد لود لمايو جماعة وركي أم بكسون الله أسوق شروط أمرك وكوشة جاي وهم هاي إن يتحامل لهلو وكل ودع عليهن سيفته وشرطي إن برك في حدود هالمر أي وضع تويسن كلهارين وشرطي قعنتوا إنا يقعدوا وشرطي أنت هدي له له إيجان واللقينية لأنه هذي كلهران وحي الله ذي ما كل الدونانيس وحي الله كل الدونانيس دفعة واحدة هذي سنة هين وحي الله ذي ما كل الدونان هدان على ذي أنت يتحمل كل جهه لين كل جود إذا الكود وقيب مرة قيب طبعا بحلكوا يا الله طيب مركزان وسوق المرة وهذه جماعة وروح وذا الدلال مدول باو عيسونا وكل الدوين هاي إنا قصص ولا عيسوات صومرتين تيوم بيلامي طاي عليه اسم الله وحشوه أوجد بي وحوري وشجاج الرأس والوجه عشر هذا باو عيادة جارة وإنا صومر روح ماش لقاه الدور إما جرح يشق اللحم أو عضو يبان حبن للدوين هي اللقوني حبن كل الدوين هي مقصوب باللاب حبن كل اللقوني هو طرف وكل باللاب صومة طيب جرح يبقى كل حاجة يشرط لقصاص الطرف تصال وكاسي والجرح يهضب بالله دونا وفافين دونا كدبنا منافع قدام بيسين دونا او ازاله منفعه قدام بين دونت هذا بمركو حكم بالله باي دخرده غاره وجهه يوم مدح وشجاج جمع شجه وشجاج الراس
مدح الدخر كيس والوجه وجه الدخر كيس عشر طبوي ودير الحصرنا واستقراء لكلام العرب ديلك وقال استقراء محل الاستقراء واللغة العربية حال دبق لي لأن أدلة الاستقراء ومحي إن استقروا حاكم دليل عقل أكينيكا دليل شرعي أكينيكا مثل غوي أكينيكا مركا سيدا سوي الوجه عشر واسد علماء أبدايين وذا دا كبضية هذا كوي طبعا بانه شافعي أبدانا هاي مثل كوباد حارسة بالغة حارسة ناوع كوباد مضح قارة أما وجه قارة حارسة الليل هذا وهي حارسة دونا ما شق الجلد سانتي مقارك وحد العشوية قليلا إير حنقول في شدي حاجة شدي عديدة وكلوي عروت الديز حقت أنا أضع أركيسا ضب يدير كعي واحد بدلنا أنا هاي تام حل هذا حارس اللي هذا طيب من حرس القصار الثوب على كنا يدهار ومركا نك بفتي مرض محمود العدية إلى إنه نضيف كده هو حال ربعه كجويو وحديراتكم مرسى في أصول صاري هذا أنت وش الله تقطو دلعيو طيب سيد هرجع وكله والله ما شق الجلد وتاوى إسكت قليلا وحير بيد العيسى هذه الحارسة مرك الدية مقدرة ملها وحيل هذا هاي حكومة ما يراه القاضي وتجاري دون كتاب الدية بكون من دون شيء والبوح له مد اللبات ودامية ليجس أما كديجس ويتدميه شخص كديجنيس شيء جاء لما جروح يدب كله جيزتي أي كديجنيسا طيب ودامية تدميه ويكدي جن ليج مركا انصوف ولا هي ماشي ضاوع لكن ان دريرين دامية تاسالي هذا وهم قدامي هذا المقش وحان مود مد ليج قبطه ما والنبر حنقولوا فشدي حاجة شدي كير دران ديرك يضبك قاضية هرب كير قاريا لكن يرو ليه بكسو جوكسن مش يرو ليه ان دريرين هذه هي الدامية ودامية كديجسه ويتدميه شخصية كديجنيسة بلا جريان دم أو سيلان دم سو ديقو سندريرين فإن سالة ديقو هدو درير فهي دامعة الميسة تالا إلى هذا دامعة يضوى مدى كون نقون إسا كويتو كويتو ما يكون نقون دامعة تالا ديقي صوبح هدو دريرو وماشي كدريرو قول قولو هبا يرادي وحلو يقانا دامع وحلو قاتين مأخوذة من الدمع من الدمعة إيش وصمة الميس المادة كوسو استاكتو حالينا هاي ودامية المادة وضعي دريرتنا دامعة بالعين المهملة مركة دامعة دي مركة دامية دو حاضرا دامعة ومد مركة ما ورد يبغوي يا أبو الحسن الروياني أي شيغان يكون دراموي مد صدحة طبعا كادين وترينو وباضعة النبر ككلوا دلاعسو باضعة هي التي تقطع اللحم ونبر كهيلب كجوية جنكا يضرب كان كره انتو ضافو يهيلب كنا تشحية هيلب كنا واحد تشحية مركتانا بعض على من البضع بالله كان وهو القطع صادرت المنقص كأي برت حلو جوية مبضع بالله هذا مبضع طيب مركا وقطع جاس مركا قطع محلو يدي قبل بيجون يساوي قبل بيجون يسا فاطنة وحر إنها بضعة مني وقطعة مني هي لبك قيبك مذي جاحسة أما هذي ماشي الله سارنا ويقوينيس إلا قيب بيقويس مدى الشانات مسواتي أفراد تي شانات وهي ومتلاحمة متلاحمة تيه لبيستي تي أفراد مية حارسو يداميو يدامعون أحد قليني يباضعو تي شانات وهي حق التراد الجودة فقية حق مطهي منهاج كنواتي أفراد طيب ومتلاحمة تنتهي لبيستي وهي التي تغوص فيه في اللحم والنور هلبك التنبان يقلي وكدرا يتي وحق إن يرتشيح ذي ويتنبط لفنا ما قاري تيشنا الأمل لحاد وسمحاق ويتكلي سمحاقنا تبلغ حق الجلدة هرقي قادة التي بين اللحم والعظم حوبك قد حي يهلبك إيا اللفطة إلا أي حكمة زواجتنا اللفطة وحاقو دهارا حوب ير أوكلا سارة هلبك إيا اللفطة سيدوكلا سانتا إيا هلبك نحوب أود حي
وكلا كلا صوعه مكلا لقى سانتا نف كلا لقى سارة يو حب بعوض حي حب كمديل الله حرضوا إيه هيلب كان ريبة سانتا نبحية وكسول ما يقال وكلا وكلا كلا صعدة وسمحاق تبلغ وحي قادة الجلدة الجلدة تي قادة هرقة أما حب كي قادة التي حب كاسو بين اللحم هيلب كود حي اللدة يو العظم اللفت لود يلف حب كلا سارة نبر كجارة سمحاق بالليل هذا مد الشنات عفوا تيلحاد وموضحة عضي سوي لفطي عضين هي التي توضح العظم هي اللي بكورن بيمرن دير كم بيكتجي اللفط بيبنان كصودي وحنية اللي ميس بنان صودي ود قسم ما ينض عركته ممد وحوي مكة المولية مسمار كلا جليه من مسبار كلا جليه إن لفط أي لطافت بمهمة ولفط اللي جاري كرو إماها إنا يبنان كتلا يعضه ما دام أنت بنلفت أي عضي سول الله أركو غالبا معناها سالسي تيمرك تضباد وهاشمة بربرسو ويا بربرس اللفها تهشمه عظم جيب لميرك على لفته اللي عرين تهشمه لفته أي دمير أي بربرنيسا أنت بدل مركز ساس على قعبر لك دوح لوجد وتشبيسو لفته إني تشبيسون بشرطها أما أي دلاعيسو لفتي في يوميد بتقبتي إن أي دلاعضو أما أي تشبتو مركا أما هرريقضو أما يسن ريقن قولي وحيني وإني هشمي للواب اللازم وهشمي وحلقة كيني مركو نبركو لفتو كردعو لفتو حكدو ليا بربر ير وشلعسن شي والبو عضاق مكو حلقو لفتو حكدو له حباس إيا شي ير وبضاعنا كدو لي سيكستوان نقوتي هاشمي حلقة جيدا ونبركا لفتا جارة كدم نتشبية دلاعية أما خريقو تشريرتك أنا كدقة تيسي ديادات ومنقلة وهررتو لفتا الرئيسة تنقله عظمي كرر ميشيس ولف هاشم كحوك ونبر هاشم كحوك بدن لفتا بكل عيا وشبينيا ميشي ذمن كقاضية وكري حيا حق أدر كنية تنقله من موضع إلى موضع آخر مد السقالات ومأمومة فيها بريستيو مسكح لها برلا إذا مرك ونمر مسكح لها مأمومة آمن والي مغعبا بيلي تبلغ وحي قارسة خريطة الدماغ مسكح لها قل كذا قل كذا ظهار كذا حوب كذا مسكح لها حوب كذا قارس ما ندي الله عينيس ما ندي الله عينيس لفت ودن بيكتغي مسكح ذي نبرك آذية لكن حوبك مسكح ذا موقنية وبدق بو فيو بدق بو فيو مد التبنات ودامغة مسكح جبي سوي دامغ ومد دماغ سو مسكح ذا ماهين واتي مسكح حيثة مسكح ذا تقطي حوبك بيد اللعين مسكح ذي جاريس تخرقها وحيشيح حيثة أي الخريطة تخرقها خريطة دي بيجيحي كدي مسكح دي بيتقيس ضميرك تخرقها إن لو علي خريطة دي إن لو علي الدماغ ومسكح دي قد قيد أبا والله شيقا طيب وحان لو بدن يا هاي ضميرك إن لو علي دماغ قد قيس إن لو علي نين خريطة دي إن لو علي مركة تامركة دامغة عند الفقهاء وجرح مدفف أو وحد لا غالبا والله انت غالبا ان لغاك عوا ادقت دد بدن ادك كعنا والله اركي لكن انت بدن واي نبر لود انت نبر لود انت وي مركه وحي وا فقد يقانان وجرح مدفف وانت بدن دلاء انت بدن دلاء شيخ وحوري ويجب القصاص طبان كا وحان كو دريسا دامعه ان صومر كوي طبعاً كان نبر وعي هديات قاضي لقاعد يجي هدي اللي هو يدي بنبر رصاص يكوي حنجر وفلا قبل لابو إلى مسكح ذي اللي جاري عنه عضائف اللي جرر كي لا ده يستاو ده سوي أحكام تيد بركة خلاصة ذو حوي وحي إله سبحانه وتعالى دي مقدرة أشياء جاي دي مقدرة أشياء جاي نبرك كسو كي كاس الله وقي أسقاط سيد صوابك ماذا كانوا لبق لبط طرف لبوج ما يكليهن
inima yidhaahdo wixii ilaahay diin muqadara siiyey mooyaan wixii kale ma yarahu lqaadi baa lagu xukumay xukuumo un weeye iyo maye nabarka ilaahay diin muqadara siiyey madax iyo weji ku dhaca muudixa yaa ugu yar muudixa ugu yar muudixada iyo haashimada iyo munaqilada iyo ma'muumada iyo kuwaasoo dhaadee xukumkoodi waa la caddeeyey nusuus baa ku timid calaa qalli taqdir balkood ijmaac baa ku yimid laakiin waxa muudixa ka sokeeyo oo xaarisadii ah daamiyadii ah daamicadii ah baadicadii ah mutalaaxima simxaa intaasba wixii muudixa ka koreeyo ka yaraa oo dhan wax diyaa muqadara looma sheegin laba u door leedahay marka inaad ku ijtihaado haddaad ku ijtihaado jidhaahdo waxaan u arkaa in laba halaad baan kuu xukumay dhib weyn baa ku gaadhay ama hal iyo bar baan kuu xukumay oo maa yaraahu lqaadi aad ku xukunto waxaa lagaa rabaa inaad xukunto xukunka aada siisay maa yaraahu lqaadi waa inaad raaciso kharashkii dhakhtarka daawada ninka wuxuu calfaday intuu xanuunsanaa hadduu shaqaynayo dhaqaale soo saarayay intii male naba uu maralka ahaana waa inaad joornaaligiisii u qadirtad u qorto lanno dararkii laa darar walaa diraar dhibkii gaadhay ama macnawi ahaa ama maadi ahaa waa inaad dan dhowdo maa yaraahu lqaadi hal iyo laba halaadna aada u tuurto kharashkii inaad ninki tiraahdo haddee hal baan kuu xukumay dhakhtarku uu tegana 200,000 uu ka qaatay ee isku daaweeyey miskeenaysaa hashuna ay tahay 50,000 ama 40,000 ama 40 ama 20,000 haddaad hawsha ijtihaad ku xukunto oodan muudixo oga qiyaas qaadanin waa inaad aldaraarta iyo dhibaatada ku timid dhibanahaasoo dhan aad sinto haddii kale cadli maadaan ku dhaqmin haddii aad tidhaahdo war haddii ilaahay wixii u yaraa uu caddayso muudixo ma aha nabarka ninka gaadhee baadicada ama daamicada ama xaarisada ama simxaaqa ah waxaynu qiyaasaynaa intuu u jiro muudixadi halkaa laga bilaabo kore ilaa lafta imisa sinti baa lagu gaadhaa imisa sinti baa lagu gaadhaa sentimitir waxaa lagu yidhahay shan baa lafta loogu tagaa shan sentimitir lafta ma loogu tagaa haa nabarkaad qiyaasaysa muxuu dhan yahay laba sinti laba sinti muudixo maxay ahayd shan sinti baa loogu tegi jiray ilaahay muxuu u xukumay shan halaad laba halaad baan ku xukumay laba halaad keed ka keentay shanta laga bilaaba ganka ilaa lafta shan sinti buu ahaa calaa sinti marka waxaad ku qiyaasan tahay hal bay ku qiyaasan tahay haddii ilaa afar sinti uu laftu nabarku gudaha u galo laftuna uusan caddayn maxaad xukumaysa afar halaad mar haddaad diyadii muqadarada ahayd oga qiyaas qaadato ujratu tabiib waalcilaaj raacin maysid ma raacinaysid farqigaas waa asaasi in la fahmo laakiin hadda waynu gaari doonaa insha allahu tacaala diyaadkii hadda aan ka tago intaa marka dhiig joojin ha iska ahaato wayajibu lqisaasu qisaas baa waajibi fi lmuudixati cadaysadi faqad lanna waxaynu soo maray qaacidatu lqisaas waa maxay waa almumaathala ila an yuaddiya ictibaaru lmumaathalati inqilaaq baab lqisaas haaliban aw qadcan soomaynu soo marin marka mumaathala la shardiya nabarahan kaleoo dhan meel lagu intahooda ma laha kuwan kale soo martee haddaan ku dhaho waan ku xangaruuftay in xangaruufo cidiyo weyn baad leedahay waad ila kici kartaa qayb dhan anagoona xoog yar baan qarafkaasii waan kaa dhiijiyey iga dhiiji baa tiri dhiig dareerahaya isku ganna ma nihin isku awoodna ma nihin adugu waxaa laga yaabaa dhiig baada lahayn oo sakaraato anemiya ku haysaba anuguna bahalku uu budhiya saadala itaad u gantamahay laysuma keeni karo mumaathaladii iyobaan meeshii ku adkaanaysa marka muudixo unbaa qisaas geli karta wey wixii kale waa xukumaa waajib iyo diyo wayajibu lqisaasu qisaas baa waajibaya yuu waajibayaa ninkii dhaawaca loo geystay fi lmuudixati cadaysadi faqad oo keliya maxaa yeele ama adugu hili badan lahow ama caato noqo nabarka waan ku dilaacin laftaan gaadhsiinaya bas ila meelaan ku wada intahoonaan leena meelaan wada gaadhno lafta intaad ii cadaysaan ku cadaynaya hortatayd hadee 10 sinti baa loogu tagaya aniguna adiguna 5 baa aday kuu taalla lafta ma taabaataa inaad soo taabtaa jirta meel lagu kala baxay leedoo lagu intahoodo ayib wa qiila waxaa la yidhi maye
sababku waxa weeye inta kale waxaan suuragalaynin mumaathaladii shardiga qisaasuna waxa weeye almumaathalatu maca intifaa'i ziyaada طيب waa in aan isla ekaano meeshaan gaadhsiiyey adi gaadhsiisa nambarka aan kuu gaadhsiiyo wamaca dalika aniga markaan qisaasta oofsanayo ana wax dheeraada xaqayga ku darsanin inta kaloo dhan marka waxaan le yaan la kontrooli karin weeye mumaathala isla ekaashihii iyo mancu ziyaada baan la kontrooli karin lana waxay fi dulmi min waqiila waxaa la yidhi fiima qablaha siwa alxaarisati qiilkaas wuxuu leeyahay wixii ka horreeya xataa wixii iyada ka horreeya oo dhan qisaas baad geli karta ilaa waxaan ka ahayn xaariso oo xanguruufada aan ka ahay wuxuu leeyay kulli waa la qiyaasi karaa inta dhaawacu gaadhay mar haddii la qiyaasi karo qisaas waa gashaa buu leeyahay qiilkaas isagu wayna adag tahay midda ayada ah waagi hore waa adkayd laakiin hadda casrigan xaaliga ah waa macquul atharu taqniya alxadiida fi lkhilaafi alfiqi wadaadka qoray kitaabka weyn mujaladka waa aragteen wax walba waa mumkin hadda wax walba xilliga aynu joogno dhakhtar baa wixii qiyaasi kara xaaunaya qaba baashan halkaa ku ekee shay walba waa suuragal laftii laga baqay in intay falliiqanto booyadoo kale iyo fuulinka waxay dhaheen fuqahadu qisaas ma gasho leanna waa meel khatara kacdaas haysta inay falliiqantaan laga yaabaa dhuuxuna daatay ruuxuna kau yahay intii la jeexo oo hilibka xaggiga loo kala qabto yaa mishaar af badan ood moodi inay dilaacinayso kala goynaysa bac ayaa dhag lafta dhag lagu siinaya wax kurmahayey wax falliiqa midna ma jiraan intaad ugeysa lagu goyn karaa casriga marka hadda aynu joogno wixii fuqahadu ay dhihi jireen qisaas ma gasho boqolkiiba sagaashan waa laska qisaasan karaa laanna fuqahadu waxay ka baqayeen in ninka qisaasta oofsanaya uu la yimaado ziyaadiiyo xadgudo ziyaadidii hadda haddii laga badbaado qisaastii waa suuragal wey halkaasi hawsha ka timid ee ma ahayn fuqahadu inay iska istaageen meel cidla ah casrigoodii aqoonti jirtay xagga dhakhtarnimada horumarkii adduunyaha jiray bay wax ku qiyaaseen hadda adugu haddaad hormartay fuqada eedeen maysid adduunyaa diin kuma korin adduunyaa ku korodhay ibnu xibaan wuxuu yidhi wixii nebi maxamed laga dhaxalay mar walbo aakhira loo dhowaado wuu yaraadaa wixii ibliis iyo shaydaan adduun laga dhaxana mar walbo aakhira loo dhowaado wuu bataa wuu bulaalaa xaqiiqo wey dhaxalka ambiyadu markii qiyaama soo dhowaataba wuu sii yaraadaa wuu gaasiraa wuu guraa ilan adduunya meesha u sharbadnayd baa soo socdee adduunyaduna mar walbo loo dhowaado aakharo oo adduunku gebageba sii yahay way ka sii dartaa xawno aan jiri jirin horumar adduunyaan jiri jirin dhaqaale aan jiri jirin nin walbo fartuu dooni qora waa un maxtarakii findo sii socota diinkuna waa sii yaraanaya mar walbo adduunku sii dhammaada aakharan loo dhowa xaqiiqo jirto wey marka sheekhu taa aan iskaga tagna waa qiliya warkiiye walow awdaxaa hadduu caddeeyo fii baaqi albadani jirka intiisa kale dhaawacyada waa dhaawacyada dakharada gaadhayay madaxa iyo wejiga nabaradaas marka meel walbo ay daamiqo soo gasho kama suurogelayso meelaha qaarkood daamiqadu way ka suurogashaa wejigoo kale madaxna way ka suurogashaa nabarka halka ku dhaca maskaxda wuu gaadhi karaa kii xagga ka yimaadan madaxa meelo kala duwanna wuu gaadhi karaa laakiin nambarka daanka kaaga dhaca ee saa kuu galaa maskax ma gaadho ilkii iyo carab iyo howlahan buu dhibaato geysan karaa midka goonka halkan kaaga dhacana maskax ma gaadho midka hoos iyo lafgadheed kaaga soo dhaca wax ma gaadho midka inta kaaga dhaca ma gaadho qalalkan iyo daamankan iyo sanka midka kaaga dhaca ka war maskaxdu way ka koraysaa sanka way ka koraysaa kaa halka kaaga dhaca meelahan buu ka bixi qoorta halkaasu aaday maskax shuqul isku maylaha marka intaasoo dhan waa ka suuragal wixii sanka ka koreeya waa ka suuragal daamiqo laakiin wixii ka hooseeya daamiqo ka suuragal ma allaahuma in haddii kor lagugu fuciyo xagga maskaxda lahayda waa masalo kale ee nabar toosaan ka hadlayn xuri walow awdaxa hadduu caddayn fii baaqi albadani jirka intiisa galu lafti caddeeyey
نور باك وقول عين لفت با موقتي كيد وصدر وساعد لفت حبت كل لف بوليه ربر كل لف بوليه قعنتو يعدو لف إليه بودو لف بيليه داي نور كقول عين لفت بعدين مرجبين أو ما سقط عوجو بعض مارين أنت جعسنا إذا سنك قيب كم ذا ماركو سنكو وارقتي وأنت جعسنا عرتشو ذا له لفت ملاهنا كبل لا بتاع أنت جعسنا وأنت مقتل لقبحي يدي لجويو مكتب وحيلاني طيب ماركو وما لنا من الأنف من المرونة مرونة وذكرنا سد واحد جعسنا بالوجد غضروف كاس وظروفك عرشو ذا تلعسان شقينيس أيال لي هذا أنا ما قناه ده بالكن واحد لي هذا أنت بحدا لود لي هذا في صومالي أنت سنقدر حتى لم علي هذا ألكان لود لي هذا لكن لو ضم بالك لما قن واحد لي هذا يا دلك هو دلالك شعب دكاف اسمين فهم بالك مقعي بالك كان أتقوانيس دول كان يقدر طوبلا قصبته تشوج سنك بالش يسميها وركا محو وركا محو دملا أو قطع وحوقي بعض ماريني أنت تشيل عسنا إذا سنك قيب كم بوجوي أو أذن بعض أذن بوج دكبر كيد بوجوي ولم يبنهم منع ضولنين وجب القصاص في الأصحتين قبسن لقوله تعالى والجروح قصاص والجروح قصاص مدك لو حالينا ويدعي كرتا إلا ضبطيه إلا شد وحوءها ميشا قصاصان يسوى وحلكو بكر وإنو يهي ويسن كسو رقلينين زيادو ولم يبين شرد نمان با كمر مايو كمر مايو وديدا ولم يمحو جيدا وحان كوغوي سانكا في ديس كدبنا ويلا لادا هيلي باولي هايستا هيلي باولي هايستا وحان كوغوي دكتا قيبا لكا عي كدبنا وي هارك با هايستا مقارك با هايستا لكن وي صغوري ولم يبين حقا نوصا طولنا بانكا وطورين وجبال القصاص في الاصحي قصاص ايا مركا واجبيس ام حد وجدا مرها ديلا طورو وحان لأغاني اندكت انت كمقان محاد قويسين محاد جوغا مرم باقلي لكن مركي ولي كودة قانتا اي اما صنك ولي ولي علم با كده والله فيرين تقوان انا انت مانكو قوصانية قد فانتين مرم لي انتان الواح قدكتو يان قجع كاسي سري وجب القصاص وقصاص بواجب فلا صحتين وقاب السنو طيب ويسورة قليسا نخاتير توادا وحكولي اندكت ادما بقول كيف سيديتا وبدنا وافر سنتوي نوال با افر سنت حقي حقا با ميدا سوو دغير واجرا ميدا سكو تباش مرودغنا واجرا لكن سيده بدن افر سنتيمتر وي طيب ديب بلا اصح مقابل هو ديديه ويجب وحواجبيه في القطع قنت من مفصل لقاق يحب حتى في اصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا فلا في على الصحيح توحي أقول بي هذه حب اللقاقوي حب اللقاقوي ويجب وواجبي القصاص بواجبي وواجبي نك ونعفن كذا دي مقبوس كقضا كرا في القطع قوين تي لسقوي من مفصل حب ما لي حبنا كلا بحا ما عمتو كلا حب انت حب نهيد فرط حب نهيد وكلا سحول كوكلا مجقلك هلكا قربك دي الحدود اللي بحنا يوم مركا أيضا دعينين إن فريق طول الزمان هو وني سبب كسب بحنا أيضا دعينين طيب لق مش هو سير لقطة قرآن كرت أما قرآن وحط هذا بقى لوجا وكوكا حتى واجب يا ويا قصصته في أصل فخذ بودي ذا رمات كده بودي مش كل رمات هيك قشوا سنت أنت لقيت iyo waman kibin garab halka waa lagu bixin kara maxay garab meel buu ka gala ka gala cududan meel bay ka gashaa garabka way cududan garabka meel bay ka gashaa wayna kala baxna way waa laga bixin kara adoo iska nool waa goorma hada waa in amkana hadu suura galo qadcigi bila ijaafatin dulayl aan aan caloosha loo dhicin
تاتنا وحان غوسن يا بوديان لا بخايا كدبنا افهيغا او دخدي علوشيدي يا كاد هيستي ماشي لغا حاجه غودني سو مصيبه ما بلا اجافه غدو دخل ان غدها لو دخين جوف من الجوف والا هبيسن دعينن ويهي غوين حبن كان لو غويو بلا اجافه ان سوره غلين فلا قصاص او فلا قطع على الصحيح هذين قبصنه مركا حوي لان جوائف لا تنضبط جوائفته لا تنضبط مركا قصاص كما سوره غليس طيب القاصه مركا وي كلا وينتهي وي كلا وينتهي وي كلا خطر سنتهي ددكو اسكو مد ما لكن هذو قطعي ودنتو قطعي هذو روحي ودنتو قطع على الجانب وين حصلت الاجافه طيب شغل حلو يجب حواجبية في فقع عين الريد إلا سور ذي في فقع عين إيش ولا ريدو ولا سور ريدو يا وقطع أذن دقين ويجب حواجبية قصاص عفوا قصاص تبقى واجب يسوي في فقع عين إلا سور ذي إيش الدواء ما الحب كوبان ويدو حد له أنا وأنا لا صباح هاي حيدها أقول لك أنا وأنا صوفك وقطع أذن إل عفوا دقوين تنو قصاص تو قليس معايا لا يوا دكتور وات سامت لوجو بصل كلا حابين ومارين سانك انت سجل احسن سانك والله وقبل وقصبه يا مارين قصبه يا مارين قصبه هو انت لفتو يكبل لابط انت ادق سن قرارك لفتو كبل لابط مرحبا وجفن ما كبو ذميه وجفن حربها حربها ايش حربها هذا iyo labada gal ee ku hadii lagu labaxo anna waa la bixi soo banaanka aad anna banaanka imaays marka ama caleen ha loo diyaariyo ama waxa loo gasay u taal jafnigu marka waa isha tayib xiriban hata hadii la sibo timaha laga guuro anna waa ka guuray hadii labada dabool mid lagu goostana anna waa goosan leena waxad buuleya meeshu ka bilowdo ku dhamaa leeqan intaan ba la jiido la bixin ha حربه يا أمي جم قيه أنا هالحرب هو ريف ماي وقد عودن دقوا قصص واقشة وجفن بالكين دها بالكين دها أما دبول كين دول الله بحين واقشة ومارين السن كنت سجل عسنا واقشة وشفة تبنها ما بشمه بشمها الكه الدبول أفق قرحي هذه لو جوستنا إنه ولا جد ولا غن حد بيلا ذا بيلب بشن تقول كبل الله تقول ما تا يا ولسان عرب عرب دي اللي قاعد يسوونه وحاوي وذا دي ترى وحيلي ينعرف صورة قال ما لأنه حد يسلم أي قال حبنا كل كل جين هاي ماشو كب بالوضو كنا دم هذا دم ما تكسل أي قال لكن بالوضو يسلم أي قال نيجي هذي بعض الشوافع وين دي دين دم بلا لكن جمهور تو حاوي إيه اللي قاعد ينكر وحب بنا كيال دعوه بواسطة كل وذكرين حبين كترنك حبين كترنك أن اللي قاعد يسنا واقصنا يعني هذو دونا بحب ان ترون اسقو شقينها النقضه ولكن دنك لو قبصوا او كاي اسك غفويو وون ثيين حنيه رايه بلو غوي ان واد غوين او حبن اسقو قصص غلي كرتو حد له لنا غوين كرو وكذا وحالمدا الياني لبدا لبدا بريا لمدا لبدا بريا دي لو خاوي انا او لو خامدي افلان با لو قاد اي ربادنا ايغو لا حاضرين اليان سوابكم أصح واسدة أليان كاسة أصح بعض اللي بعض اللي أهل لغر وحيد هذين أليتان أو البنات تألق قليو سنظر ويكتب الحديث بضم بالنبي استعمالي إن تألق قليو صحابنا وريين مركي شريف من السمحاي الصحابي عمر العجلاني اسكو قبتنا وحور بالفيرية هذا إسلام تاس هذا يرشو نين لغواوين وصرف وين سابق الأليتين طب النبي قليو بريواوين مسكوين وانك اللي قلتوا انسانا وذاتك اسلام تقبي نوحوا ها دوبان او اصابوا معوز تكفى كنيس وكذا الياني لوضع بريوت بارلميد ايور ولا قصص واقشة وشفراني حبين كترين كدومر كهرياني هيسا دبني هيسا اصابونا هضي هبرتي وحبودة يسي اي قبلها اي قدو يسا اي حابس اي نوال الحابين انت سيكو يدكو سورة قريمة habraha soo la qabsaday ila qumman gabdhaha gudaha aa habdhaha subxaa yeelay gabdhaha markay gudayaan waxay dhaa waxaan daahirinayda xubinka tan gabadha ay qabtaa ay qaybta hoos oo dhan
مدي أفضل أولا به ويبر كردقي ويخفيف وراق ما كي كدك تهيلبك وراق تلعسان مركز إربض أولا به قضح يبلاي قضح الجيقي وارد كلا داريس مركز وقصاصوي لأنه واحد جراء وصل دين تقول ما هو شايدا قبلها وحال ربا إنكلية إن حب إنك يركي تاغن يوهد ديق دور جزا كعرف الديك اللي قوية كلي أنت أم بالك قوية هذه اللي سكت داينا واجب ما على رأي بعض أهل العلم حق الضمرك قلنينك الرقوة واجب لكن قلنينك الضمرك هو مستحب عند بعض أهل العلم وهذا هو واجب إليه وهذا هو واجبين إياه قلنينك الضمرك واجبين إياه ويرين وعبدينه وصنه مؤكدة أما الرقو وواجب على الراجح من أقوال أهل العلم مركادان لسكت دينين حل صنوين لكن ماشان ليس كواما يقبر أي كواما يسوي قليس وحاوي غلسوي غلسوي وشفراني اللبضة بالشبودي حبن كترك الضمر كهدين لسكت قويون أصنا قصاص باقشة فيلا صحيح وحبن باللون على الدماغ له أول قصاصي كارون حد قدو منه كإيمان كريم فيلا صحيح دين قبصن ولا قصاصة قصاص مقشو في كسر العظام اللي فتشبين لفت الروح هدو كتشبيه أنا لفت عن شبسنا والنمر كان أقول في غرف نقول هيري بدأ يوم مرقو كوسين على جاب لفت يسوي كتشبيه ما تنا بقول عليه بق ورها والله النمر ما أقول في إباجة جا عير هذا لما كاد لفت كل فتو لفت يسوي هذا يبقى كورن تكور والله بإسلاك النقط أما هل بعض مال بكاد اللعيب شن فرق أي لط مرك الله ما كوبي كرو انضباط نما قالوا لقمنا بدبادي زيادة في الاستيفاء ساس أمنا عين فقاده لكن هذا وحين العصر حديث كواصورة قال أنت اللي يدلعي بمشين يرى الله يدلعي الله يسبب الله هل يبقى حق حق الله الحيني قررف بأن كاسي أصدق قررف بأن كاسي ما عادة ليش أعمل قعنت قعنت هاي قرانا وحصومة في القواعد الشك في الشرط يبطل الحكم يمنع ترتب المشروط شرط القصاص المماثلة مع عدم الزيادة صوما شرط يقول الهيني مركا مصور قليس أساسي بقاده أصل كاسي كنت أقيه مركا يوكو حساب طمي يوحي مركا أصور قليس يحل قودي وله وحاوبنا ننكي دبك اللوجيستي لبنيه قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر في مسألة العظام في مسألة العظام مثلا رولون كاسو كاتشبير نمبر رولون كاتشبير بف طيب أما ميلو حكاقوي آن حبن أهين بكاقوي أظن هذا كقساس سنكري برتاسو كاتشري سكوران بينات كعان تضعقو هذا مثلا أظن هذا لفت قساسنا حاليا تركوا أحمد شيخ هي وقالوا أما في اللقنتو محكوب بنا إن هالك إيجاب قصته حبن كاسد إيجاب قصن كدي من حدي إنت أنا هلاين ما قد نبو لأن أنا كاجوينين وأنا إيجاب قيسا شرتو رودن كبرت كيسان وكاتب يلفت كوزي محايب بنا وله وحاوب بنا قطع أقرب مفصل حبن كأوده إنه قصته أدو إلى موضع الكسر ماشي لقاعد تبيجي لقاعد جوي هل كان هذا إيجاد تبي صوت جويس إيجاد عن تلقي هل كان إيجاد جويس وإحنا الله فيهين ولا قصاصة في عظام في كسر العظام سمين نصورين حقي أدو حبنا كيف أدو ما فرحنا أدو هل كان أنت فرحنا كبره مع الصول كان لبعه مس عمر عمتنا كربع عمر عمتنا كربع هل كان عودا كاد تبي بف بمعنى وحوي قعنت ضد من جيوي هل كان كجوي قعنت هذه لفتي باب حضي دي مثلا هل كان كأقوس لأنه هاد عكرتة أنا إلى قرب كين لفيت دلعان أما تشبام حقي ده أقوس صح الكلب بحي وقعنت كلب بحي أنت نحديه دن بنكر رباقان لك
jabka laga hadlay waa jabka xubinka gooyay waa hadda laga hadlayo وله أقرب قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي أنت سهري أن حكومة قاتل دن وقادق مركا وحكومة الحكومة هنا وما يراه القاضي إما باجتهاد المستقل وإما بتقدير إنه كقدره وحي أدو حبن كأسي إلهي وجانك ويدي مقدر ربك بحي ولو أوضح هذا مسائل كلي لفت هضوع الدين وهاشم حقا انه لفت الجبي سدو قصاصا نمبا نبر كو دفت لفت با برنا كتمت وجيغا اما مدحا وبالتالي لفت هدنا ويجبت اني عضاتي ولا اركاي هدنا مكو هوس لو دغتو لا بار وحي لفت ويجبنت ما كل مي لف عضاتي حقنا جبن هاشم يا موضحا اسيمي هاشم مقتدر و نقال دون هذا و طبعا موضحنا الشنوي هذه مركب قصاصا دونتو قصاص اضعف دمع محطم ولو اوضحه اي الجارح وهاشم ايضا اوضح معها المقتص نكو قصاصا يا اسوق محصم لفت حقوقا هيلب كود اللاعين لفت عضين لكن واحد صومرتي ولا قصاص في كسر العظام اظن لفت وادي جبزو ان كنت لما ورن كري وأخذ وقاضني خمسة أبعرة شنف وقال وقاضني هو دي هاشم ذا أو شن كارد على شن تم حيود على وتوافست موضحة توافست موضحة شن هلا بأي هاشم أنا محيه هاي طبعا إذا موضحة وقاعد الدن كذا سنكو قاد وادي عضيست وادي قساست محاكو زهري شنف شنطة قبسوي لف لب جبين معي صوب مورس كوبان ما فقد سيع قصا وكل أجاسيم هيا سلا أركيم ما ولو أوضحها ضوع عدي ونقل لفتنا كبير ولب أكرر مشهد هذا محاكل مي موضحي يوم منقله تهرن وحي الموضحي هاشم ولو أوضح لفتها ضوع عدي مضح أي وجهه وياه هذا ونقل لفتنا انتو جبي اي ماشي كدقاقو اوضح المقتص كو حقساسنيا لفتن بو عدين هدوا يا هي منقل الدنكيدو شن 18 هلاد بو اها وينو قال دونا منقل الدنكيدو يا مقتد وا شن 18 هلاد وله 10 ابعره 18 هلادنا وا لو حكمي هو ديدي نبر كما كلا كلا قيبيون بو انت يا هي مركو وا هل نبر نبر كوكو دعي لفت عدي جبيي ماشي كرر مركا وا موضحو هاشما منقلا وا شن 18 هلاد شن 18 كي هلاد وحا لغا سو قاد ان قاداتاي شن هلاد او كميدا سينو قاتاي اوضحو الى وا قصاصتاي وا اسكا كوبنتا ولو قطعه هدو غوي من الكوع بو كغوي عماعنتو كجرا فليس له وما بنا انك حق قصاصنا التقاط اسفر عينه قربسته من عمل حلم وعودي فرحان قربسته ور هدا واسد ما وحور فرت هدان قربيه يا هدان هلك غويبا فرحان هرت سو غورا كدبنا انت كان راعينيا وحن سوخدا ان هلك ان كبخي لغا دغيسن ماي ليش قعيد اصوم مرتين بعي عيد لا يصار الى البدل الا اذا تعذر الاصل بدل لما اذكر الى اصل كوسورة قالي وايو اصل كوا معي هدي حبن لقا قوي مال حبن وين حبن كروح لقا قصد حبن بوضع يستمح فراك الدونيسة فروح حال هذا مركو اصل كوسورة قالي وايو لا يصار الى البدل حتى يتعذر المبدل منها والاصل ولو قطعوا هدوك قوي من الكوع وعمت بكتر هل كعكرك اما توصوا الله كدقيه فليس له أبنا ننقو حق ساسنا التقاط أسابعه أسابع القاطع والجارح إنه لو فران قاد قرنا يلي لقى ما أقوله فإن فعل ودو دكتو ونن عمل حنو من غضو فريب الله كعو عزر والجناح والإدبن ولا غرم مقت فرهن لقى قادم ماي ما هي لها دمر كورو بالكا كقوي فروس وبلاش ما يسان نقضي هدو باش حمي وصو داقن حمي وباش حنجر فجاس وانو إدبن إنام مجيني ليه ما ينفر والبمات يذبه ما أرانين فإن فعله وضوه وش السمايه
عزر ولا تعزيل لأنه وحكل لحظي حقي سوء سيء ذيب لو أفصنكره يوم ملك لا هذا مركوا متعد مركوا ولا جناح دنبي والبو مرك أن لهين دي مقدرة إيوه حد مقدرة إيوه كفارة أن لهين إن ليت روح على تعزيرة أصل دينته ربما يسمون كقبين ولا غرمة للأصابع للأصابع فرها أنا الدين روما لماذا لأن أصل كذا نفرت كره كمان تندي لهاي مرك هذه أصل كيبوس تندي لهين فرع محمد لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الأحكام فروع ولا ما أقول يعني كحكم بعض الأصول لا ما أقول غالبا ما لو دي الكسو صارين مويه إن أترى هذا قعنتو دم بركة قوسن كرتا لكن فرها مقتضى واضحين قالوا وقص الزوم قالوا ما ليسن والأصح أصح وحوي أن له حو هذا قطع الكف بعده أصح وحوي هذو خلطة ماي أو فريق قرب صدي حقا نقول أولي أنا وقصاص ذي ما ربا قعنت هلك كان كلب حوالي أنا سو فريق قوس ده سو استعو أولي أولي وحان ربا أنت قدين ما هي أنا ما عمت كلب حو ولا صح أن له حو هذا قطع الكف بعده بعد التقاط وامحي الأصابع طيب معي لأنه هو مدني جملة الكف بمدني فرهنا وقيل كم إذا كفك ولو كسر هدود شبيه عدود العدود يسيبه جهلك مرقى يكتبيه وأبانه قطعة من المرفق ولو حكومة الباقي تورط تيال صومر تيبه لم يتأدي مركان صومر ري قاعده هران ضابط كبسوسي وله ضبط عفوا قطع أقرب من مفصل بين كصومر ولو كسر هدود شبيه عدود العدود يسيبه شبيه وأبانه وانا قويه كف كبسي ما البينونة كف قطع عمرك الله قصاصين وحاسق اللقاقوي من المرفق الشغل كان حصل كان لقاب بحين لأنه والله ما جان قصاص ما قال كرتو طيب هدوا إن قمضا كم بقاني إن قمضا أنت ولا حيس النبر ماشي أسق اللقاقوي إيو ماشي وكا قصتي أو شغل كا أنت ولا حيس عدالة بأبان تاي وله حاول حكومة الباقي حدود أنت كسوها هذي كوكا قصاصتي فالله حكومة يدي الله حكومي ما يراه القاضي فلو طلب الكوع مكن في الأصح فلو طلب ضد طلب مقتص كي يقزال سني الكوع المحور جقل كم مرة به هل كان أكبر سنة يا أبو لأن حق لي سقيب كم دو كتنازلي حور حان ربا نينك إنا نحن وشيون قصاصته حول وان ربا أبو ماشي في عنيق سبحانه أنكو بربعه وزيادة رتا هل كاسان كلاب حبور كدوا إن لا يحكمه ديدي شغل كندن أما محو هاي ردهم كه يعود دقيب كم ذا العقبة المركه هلا يا حور بدن وننهي المقال النكاس فلو طلب هذا عصده القطع من الكور ممكن ولوس ورجلين في الأصحاح دين نقب صن معي إلي أسرع مسامحي أو أقل على حق اسمه كتنازل بدل الأوقات قصتنا واجب ما عينه لازم هو قسم إلا فلي وحي وحي خيار خيارك لبنا خيارك لبنا وانا عدالة روح لبكو قال خيار لسيو أما قصاصه أما عفي أما الدية يمقاذ ومن محاسن الشريعة من محاسن الشريعة بذي حيمدك وما اللي حكت لباته لباته سيدة بعض أهل العلم الزوغوريا في حق اليهود نصبا بكو جميدي ربنا إسرائيل يهود وحواجب كو أهاتي إذن بسوكيستان وإستلان أمر قعان إسقويان القصاص عفي مجرن ديانا مجرن وعذاب نوع من العذاب هو يقال لقو عذابي وإنك وإن القصاص تواجب هو ما عفي كرتيد منا هي مقنا مجرد ربنا إسرائيل وقليه نبي عيسى الله سيدي وقليه أصحاب الإنجيل لو حواجب كو أها عفي بواجب كو أها ماذا حيكون جميع عفي كعنتو إلى كعي عف لقتو دم بلبه عف شرعهم حكم مسي محاسن الشريعتين محاسن الشريعتين دي القاضي كرتا محاسن الشريعتين والقصص والعفو وزادت عليهما الدية مد من كهذا الدمي إيه صندوقون معي بل أقول دي سحولة أنكو كل يوم ما قال الله يسيا الله وبقولها هذا يا
xanafiyada waa lamid ah waa awlahay shaafici ku eesay xanaabili waxaad u gasheen diinu ahli kitaab baad gasheen bay dhahan shaafici marka xanaabili ku eedaya maaliki iyo xanafi ayib marka maaliki iyadu maba kala hadhinba xanafiyaduna qayb baa la socota sida sunnadu ay caddaysay aan iskaga socono wuxuu uhi walow awdaxahu marba hadduu dilku camdi yahay waxay ogolyihin diyada meesha khata iyo shibl camdi bay ogolyihin iyo cafiga iyo laakiin hawsha hadday tahay camdi ima alcafw ama alqisaas bay taaganyihin ama cafi ama qisaas laakiin lagama ogor khiyaar khiyaari ma jiro wey khiyaari ma jiro ama waad waxaan kala dooranayaa cafis waxaan kala dooranayaa mag waxaan qisaas ma soconaysa axaadiistii man qutila lahu qatil fa huwa bikhayri maa xadiidkii bikhayri nadarayn ima inuu cafiyo waima inuu qisaasto waima inuu diyo qaato wuxuu dhan bay tuurayaan iyagu in waa in bay ku leeyihin walow awdaxahu hadduu caddeeyo fadahaba dawuuhu araggiisii baa tagay awdaxahu waatna waa caddaysanaya nabarba madax lagaaga dhuftay waxaad weyday baa indhihii bafba madaxa lagu siiyey indhihii baaba dam wuxuu u gudbay tii u dambaysa ah izaalat lmanaafic walow awdaxahu hadduu caddeeyo nabar lafti caddeeya baad ku dhufato ruuxi fadahaba waxaa tagay dawuuhu dawu lbasari arag nuurkii baa tagay ishii iyo bu'di iyo xadaqadani way joogtaa ishii way quruxsan tahay waata waa caddahay way gurculaynaysaa waa shaqaynaysaa laakiin waxba kama arko ruuxi meeshii way buuxinaysaa il quruxsan baad moodi ruuxu laakiin waa hamagsanaya see loo qisaasi ninkii see wax looga qisaasa waxaa la odhan nabarku kugu dhuftay ku dhufo lafta caddayso horta intaa horta waa suurageeba horta lafta caddee awdaxahu marka laftu caddaysan weeye kadib fa in dahaba dawu nuurkii aragga indhuhu hadduu tago waa fal amru waadixun falaa nuqnuqa fiihi weeye haddii markaad lafta caddaysata asna indhihii damo yidhaahdaan hadda waaba khayr waxa kaa maqan ma jiro wa ilaa hadduu araggi tagi waaye ninkana lafta aad caddaystay adhaba wuxuu ku tagsiin aragga indhaha biakhafi mumkinin wax suurogalaya midka u fudud wadalika mithaali ka taqriibi xadiidatin muxmaatin la bir la kululeeyey ayaa loo dhowaynayaa min xadaqati ishiisa weyn kadibna waxaa daadanaya inankii baa daadan ama araggii baa tagay indhuhu qabowgaa la shaqeeyay isha waa xaydh meesha ku jirto ilaahay geliya subxaanahu watacaala ilmada ka timaada waa aragteen waa ilma way dhanaan tahay way dhanaan tahay ilmadu kuweerkeedu kala duwan yahay ilmada cabsida ku timaadana way kulushahay midda jacaylka la dareertana waa qandac midda cabsida la dareertana waa qabow way kala duwan tahay kolba qaabkay ku timid baa kala duwan ilmadu marka adugu waxaan u maray mid jacayl buu leeya kaama daadan in baan u maray mid kulul oo marka uun xalaal kaaga timid baad arki jirtay baan u maray dhib ma laha intaa iskaga futare waxaa weeye bir kulul oo dab la geliyey yaa isha loo dhowan ishu waxaan u jeedaa waxaa la shaqeeya waxa qabow waxa qabow waa la shaqeeya shayga xaydha ama cadkaa markaad meel qabowgiisa wuu adkaadaa bacdu ahlicilmu waxay dhaheen xikamka ilaahay waxaa ka mid a isha biyaha ku jiree wareejin ilaaliya way dhanaan yihiin waa cusbo xaydh hadduu cusbo la dhex dhigana way adkaataa dhagaxa bay noqon biyo cusbo leh haddaad koronkor ku karsato kuu bislaan mayso soo ma taqaanaa bariiskaad aragta haddaad biyo cusbo ku kariso saacaduu kaa qadan bisaylkiisu xareedda macaan isla markaasay shayga kala goynaysa biyaha macaan baa shayga haddii macaan laga dhigi lahaa isha biyaha ilaaliya ishu way dhalaali lahayd markay qoraxda ku dhacdo qorax kulul markay qabato wayba dareeri lahaydba oo waa xaydh wayba fiixi lahayd ilaahay min xikamihi wqudrati wakamaali waxaa ka mida waxaa lagu hareeray lagu ilaaliyey biyo dhanaan oo cusba ah oo qorax walba hadday dhacdo ishu ay shaqayso aysan fiixin oysan dhalaalin dhegta waa aragtay maxaa lagu dhukii baa loo sameeyey dhiiqo dhiiqada waxaa lagu talagalay xayawaan hadduu galo inuu ku dhiiqdo oo gaari waayo cakawga uusan dhib ku geysanin midda kale cakawga dhacaanka ku jira iyo dhiiqada ku jirtay dhukayga u taqaanaan waa kharaad macaan jecelku ma geli karo soo carari quru waayahay waxa sonkorta raadiya
haddii dhacaankee dhegtu uu noqon lahaa shay macaan, waxaa faylku u soo geli lahaa wixii cayayaan ee raadiya macaanka. Macaan jeceo dhan baa shaqo kaa dhigan lahaa. Miyaad seexan lahayd mise waxaad la dagaalami lahayd? Macaan jecel iyo quuri waaye yaa waan furayn lahaa. Sidaad wax u maqlaysa maqaskaaba kugu dhig dhegta gudahaba ku dilaacaa haddii la furayo haris weyn. Ma fur baa tabar ku haysa haddaad ilowda ka waraabeen oy cagogud iyo quuri waaye fayl soo galaa. ilaahay xikamkiisa subxaanahu wa tacaala wey waa xikmada ilaahay. inagu garan mayno wax yar wainta cuddu nicmata laa taxsuuha. marka waxaa waay in allaha latiifun khabiir. latiif ilaahay falkiisa iyo qaabka wax u sameeyo waxaad la fahmi karo ma aha. ninuu alla u furay unbaa garan kara. ayib ayadugu khadhaarka laga dhigay haddana waxaa laga dhigay mid ruujiba oo adag oo garaasoo kale ah. xayawaanka gala intuu ku dhiiqdo waxaa udha qurqurqurr dhada meesha ku haynaysa may daarag meel lama gaari kara. hadduu intuu meesha maro uu caka wagaayo oo uu kaa qayna halis wey waa la dhigo beelaya khatar xunna laga qaadaa. marka waa ilaa haddii suurogeli weydo hadduu tegi waayo araggiisi markaad nabarka ku dhufatay adhaba wuxuu ku tagsin aragtidii biakhafi mumkinin suuragale ka u fudud ka taqriibi xadiidatin muxmaatin bir la kulleeyo oo loo dhaweeyo kale min xadaqati ishiisa bu'deeda loo dhawey ishaa loo dhaweyn kadibna ama nuurkii baa tegaya ama waxaa weeye maxaa raacaya inanka inuu daata kadibna araggi laba isha kale iska joogta. markaa waxaa suurogeli qisaasti baa suurogelaysa. hadda looma baahno irbad baa lagugu dhufan qaca kadibna aragga tegaya xiidka nuurka yaa la baqtiin neerfayaasha isa soo gala qaybna ayaday maamulaan waa kuwa leexiya xagga dhowr xagga dhowr kor kuwa wareejiya wey isaga u wareejiya isha mid asagoo isha soo galana nuurka ba soo bixiya anugu ilay iskaa mas-uulka ay kaale bidhood maray buu leeyahy kaan baa la qabano la baktinaya way yaqan dhakhaatiirtu. marka hadda isha kaa barxu ley xiidka nuurka uu fiican yahay neerfayaasha kaa dhib ka jira kaasan daaweyna dhakhtarna baa loo tigi waxba isha la daadin maaye waaba intaasoo intay daadato fool xumaato isku dhex dhacdee aayar waxaad baktiisaa demisaa xiidka laydka demi. marka ilaahay baa waxba hadda fududeeyey culays ma leh. walow latamahu haduu dharbaaxo ladmatan dhankalaasu furba meel dhigay ladmadaasoo tudiibu tagsiinaysa dawahu araggii indhaha haaliban sida badan fadahaba latamahu milaha nin baa dharbaaxo indhaha kugu dhuftay ishii araggeedi baaba tegayba asna waa loo fadhiisa waxaa dhi adugun isla baaciyo isha dhankalaasa la beegso. ayib idan waa shardi tudhibu dawahu haaliban dhankalaasoyinku maquun waa iska sahlan yihiin kuwana waa musiibadii hilaaca kaaka isha way tegaysaaba isha way tegaysaa. ciidankii dowla cuhmaaniya inkishaariga la odhan jiray qaabkii loo tababarjiray waxaa ka mid ah qaab markay seeftu ay ka dhammaato ama qoriga ay waayaan ama farasku uu waayo uu u dagaalamo dhurbaxaysa keliya ay qoorta ku jabto dhacdu ku siiyo madaxaada xaggu aadahayaan. 300 sano bay adduunku u xoog badnaayeen cala itlaaq. qolyaha hadda hoolan iswaal ahi waa lagu soo duulo ree yurub day ku soo duuleen la qabsan gaadhay dowla cuhmaaniya uu boqorkoodii jeeda iisoo gargaar 40 wiil baa loo diray 40 wiil baa loo diray. markii si hore 40-kii wiil baa ree yurub dhan kala carareen ciidankii inkishaariga meeshoo aljeish inkishaari cuhmaani sidii libaxyadii u dagaalami jiray hadday hub waayaan xataa in waxaa waxba uma baahno dhankale sida keliya feerahada jabanaysa madaxaada xaggu u wareegaya aminka waa loo tababaraa. oo odaygan hadda joogaa bilaabay hadduu bilaabay ninkan doodooda ku haya imtixaanka ah xisaabta hadduu bilaabay waa kasii horeysay. boqor ree yuruba wuxuu u baahday ciidan intii lagu soo duulay wuxuu ui ciidan kuusoo diray maay boqorka cuhmaaniga waxaan kuusoo dirayaa calankaanagii iyo idriiskii ciidanka cuhmaaniyiintu ay ku xidhaan kuwaad haysato. gaaladii soo duushay markay arkeen ninkii hoolan uba ay dharkii qabaan waxay ciidan cuhmaaniya meesha way noqdeen siduu ku badbaaday amankana dowladooda ku jirtaa. marka walow ladmahu ladmatan tudhibu dawahu haaliban fadahaba
أرجع تجي لطمه المقتصبة رباح يكي جاي لطم كها مثلها يضو كله حلو ومثلا سورة جليس ودوينا إن تقريب تقريب قاعدة تقريب وس جليس مثلها هذا وين وجدنا فإن لم يذهب ما كان رباحان وفرب مال اللي هذو نيكو إن رأت كايو إيش يسيب التجي ويدو أرجع دي لجودين ما هي فإن لم يذهب أذهب أم أذهب ولا تكسيري أما أسيا تكسينا ولا تكسين سيا لو تكسينا دتي هذا نظام الرقلا وياه بربلود وهم وحالة دمية الله يركحيد كلا يركلا تمية أما على جل لو تكسين أما قاب كلو مع بقاء الحدقة والسمع أرقنا منافع لأنه كجر عفوا مقلكو والسمع مقلكو كالبصر أرق ولا توي هاي يجب القصاص قصاص بواجب فيه أسجده سا بالسراية إل هدي وأرق أويده أما عفوا مقلك أويده رباحة دكت الغور رفطي قوضة كتري مقلك يا بكاتة بيبا ميدار بوض قشبي ألم ألم يا محاجري مركو والسمع كالبصري قصاص با قشا كان صورة قشوي نسكا أزاق ميشا كو قران أليام زركشي وديدي وحروا خلاف النص المنصوص بالأم لأنه إشو أيضو حبن كوبا حبن كوبا وي او هدي قصاص لو باهو وي سوره جليسا لكن دكت قصاص تيدو امبر فاير كون بالا قادي كراب كانو بالا فوتين كان لكن ارق اي مقلكي وا معنى لي بيرسن انت ميلو كو خدان يهاينا ان القياس كان مرك علاقه كدحايس مقلكا ايو فوقن سو تاغان وي كدوانت علاقه كدحايس ايشن وريغيسا ايو أرجع إلي مرك المهم حلو خلاف المنصوص في الأم وارنتي قضية داس نسك شافع في الأم وكدوا يستدعي هو حولي الله يقاس السمع على البصر ليس السمع كالبصر مرك أسوي حور يكون راعي النووي الرافع ويكون راعي إمام الحرمين في النهاية إمام الحرمين ماذا كان دفاعي أو يدي السمع كالبصري السمع كالبصر يلمد ياي مرك مرك يجب القصاص فيه بالسرايب عوج جدا دكتور دبكة قاري فولين كان بال كان ميكروفون كان كوري أم بعرف كان سوي تاعهم بعد دبكة قاري ما قال كي جوده هاد تجاي أشكو مدوي أنا والغرض فن ولا تكسين إن شاء الله قرب عاي إذا شوكتو قرحسن يا أرق تجاي والله مت إلا نراو عبانا إن كابو حس رأيي أودي جوده هاد ترتي أرق تدا هيدا ما قال كاي مرك الرأي كان إن حرم يسوع حوليه مد والبحوليه محل لكوب كرق هسكسور الجليس محل لكوب كرق هسكسور الجليس وكذا وحال مدا البطش والذوق والشم في الأصحى دين قبصن أي نوع حال مد قصاص بقل يجب القصاص قصاص بواجب فيه في البطش وفي الذوق قبشة قام بنبر لقاعد رفتي قبشة بكاتكت قصاص بقلي كرت قصاص بقلي كرت نبرك كله فانا دو تجي ويانا ويقولي باش تاجن تاينا حيضها أعصابته نرفعها كشقي يا قبشة ده يلا فريسينية البطش وح قبشة ده لمسك وعلمت وشيو شيء ويادي بطش بلقها اللي كيو وينا تابشتنا كبس يدرون يو الذوق ندرنك نبر بعرفك يا جلام مضحى عنتو دو وضعوني لكن واحد ردنا مليد اسنوا ولا تكسين كراوي وقصاص بقلي كرته يا وشم وشم وكذا شم أورنت الله مذا نور باكو قول عور أورنت بكات تجي الصقون قصص بقلي كرتوي في الأصح نبرك بتروح كل فن هذي معنه ماشي كبح هواي أذهب هذه باكو ماشي كوت على قصص واقشة قصص واقشة أنا نسك قط تجي مدول بحولي هاي محل مضبوطة رخاتير تنوي قرنا يا مدول بمعنها ماشو يحذتها كين يقانن مكايم بلا فريس ولو قطعها دوجي أصبع بقوي فربا منك قويس فتأكل مركز إسعوني فتأكل وحي إسعون عفو غيرها فرتك علي فلا قصاص قصاص كواجين ميسو في المتأكل حبن كليف يبائي إيضي كان دعانكيس فرتنا انك قوي والله الضوبي دعانك يدي وحيد با تكاقاري بوب با قاضي أيد با قوضي أنو تنم با محيئة هذا يكوت الله ذي كوت الله ومشان صوم الرأي نري سرايا ذو جنايا في الأطراف
لمد معها في الروح ويتومرتين. فتأكل وحائس عني غيرها تي لقيتو أنك أين فلا قصاص في المتأكل لعدم تحقق العمدية لنا عمدية شرط ينمك وما قصدنا وفربنا كسكا وقيتنا وما قصد مرك ديون بواجب ديو أي واجبي أما حكومة في مال الجاني في مال الجاني لأن واسرات جناية عمد راوع كس ويمد أدقيس أنت وحكت شيء فرت بلاش بيقطك تلاقيه ما يدي أنكو حكومة إنا أما وحي مركا قاضي أركو كل بنا مركي يمد لكن قصاص توسا مليد أنت عاو عشرك إنه كده إن شاء الله تعالى الله أعلم.